لتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في الطرمية ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة بغداد ومن المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب سيد عمر الفرحان. أهلا بكم سيد عمر. أهلا وسهلا بكم. أصدرتم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب تقريرا ورد فيه بأن سكان قضاء الطرمية يتعرضون للموت البطيء، ما تفاصيل المعاناة التي يواجهونها والتي أدت إلى إطلاق هذا التوصيف، توصيف الموت البطيء على الأهالي هناك؟ نعم، أن القضاء وغيره من الأقضية والنواحي التي في حزام بغداد تعيش حالة الموت البطيء بسبب سطوة الميليشيات وغياب القانون، فضلا عن الانتهاكات الحكومية بشكل ممنهج إلى هذه المناطق وخاصة الطارمية وأيضا أقضية ونواحي محافظة ديالة. وهذا بطبيعة الحال يأتي في سلسلة الانتهاكات الممنهجة والبشعة التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الحكومية. نعم. بضوء أخضر إيراني ومبارك أمريكي. ما طبيعة هذه الانتهاكات سيد عمر؟ ما طبيعة هذه الانتهاكات؟ هذه الانتهاكات تتمثل بالقتل العشوائي والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري، وفضلا عن الممارسات اللا إنسانية التي تقوم بها هذه الميليشيات، ومؤخرا تقوم هذه الميليشيات بفرض الأساوات على أصحاب المصالح الاقتصادية إلى مبلغ أكثر من 1,000,000 دينار حتى يقومون بمزاولة أعمالهم بشكل طبيعي، وهذه الأساوات تفرض بشكل شهري على هذه على هؤلاء أصحاب المحال والمضاع، وبالتالي يؤثر هذا سلبا على الحاله المعيشيه لهؤلاء المدنيين. وتقوم ايضا هذه القوات الحكوميه والميليشيات بفرض حصار خانق وحواجز امنيه عديده، وتقوم بها على اساس الاعتقال التعسفي والقتل العمد لهؤلاء المدنيين. فهذه الاجراءات كلها محرمه قانونا ومحرمه شرعا اذا ما كنا ننصف في اطار المواطنة و يعني التوصيف القانوني لهذه الحالات. ولا ينبغي لأي شكل من الأشكال أن تقوم هذه الميليشيات والحكومة بهذه الإجراءات التعسفية ضد المدنيين، وعلى المجتمع الدولي أن يراقب هذه التصرفات ويحد من انتشارها ويعاقب ويحاسب المسؤولين. نعم. سواء كانوا في الميليشيات أو القوات الحكومية. في هذا السياق بالحديث عن هذه الانتهاكات، تم تداول بعض الأنباء عن مداهمات وحملات اعتقال تنفذها القوات الحكومية في قضاء الطرمية، إلى أي مدى ترى أن هذه الحملات ممنهجة ومسيسة ضد هؤلاء المدنيين؟ طبيعة هذه الحملات ليست وليدة اليوم، وإنما منذ 2003 وإلى اليوم تقوم هذه القوات الحكومية والميليشيات ومن قبلها القوات الأمريكية، وذلك بفرض السيطرة وبفرض المخطط الأمريكي على العراق. وهذه الحملات المداهمات والاعتقالات العشوائية هي يعني عمليه تحويل ديموغرافيه لهذه المناطق، وقد سعت قبل هذه الميليشيات القوات الامريكيه الى التعامل في نفس الملف ولكن فشلت، والان سمحت لهذه الميليشيات والقوات الحكوميه بان تقوم بتنفيذ الملف، وهو التغيير الديموغرافي و اخضاع سيطره مناطق حزام بغداد الى الحكومه المركزيه ومن ثم مشروع ولايه الفقيه، وهذا كله يمتد بملف سياسي بين الولايات المتحده الامريكيه المحتله. في هذا السياق بحديثكم عن هذا التغيير الديموغرافي الذي ستفضي اليه كل هذه الانتهاكات، هذه الجريمه التغيير الديموغرافي يعد جريمة ضد الإنسانية في القانون الإنساني الدولي، إلى أي مدى تظن أن سيكون هنالك تحرك على صعيد المجتمع الدولي للحد من هذه الممارسات؟ حقيقة نحن في المركز العراقي أصدرنا عدة مناشدات وعدة تقارير دولية
تنبه المجتمع الدولي على طبيعة هذه التحركات المشبوهة والتحركات الخطيرة التي تقوم بها القوات الحكومية والميليشيات. ولكن للأسف المجتمع الدولي إلى الآن عاجز، ونقولها مرارا وقلناها من قبل أن المجتمع الدولي عاجز أمام هذه الانتهاكات الخطيرة التي تعرض إليها المواطنون في العراق. وهذه الانتهاكات والجسيمة هي من صنع المجتمع الدولي وبمباركة المجتمع الدولي كما قلنا، وإلى الآن هذا المجتمع الدولي عاجز عن تنفيذ تحركاته أو المهمة الأساسية التي أنيطت إليها وفق المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، وهي حماية الإنسانية والعيش بسلام ومحاسبة مرتكبي الجرائم. وهذا كله كما قلنا يأتي في إطار التوظيف السياسي لمبادئ حقوق الإنسان والتوظيف السياسي التي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة ملفاتها في المنطقة ولا سيما العراق. وهذا كله ينصب في مصلحة المحتل، سواء كان المحتل الأمريكي أو المحتل الإيراني. ونتيجة لهذه الصراعات والتجاذبات السياسية سواء في داخل العراق أو خارجه هو على حساب مصلحة الإنسان العراقي. أشكرك جزيل الشكر عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.